وقف من أجل أننا نقول كفى، أوقفوا الغلاء، أوقفوا الغلاء الفاحش، من أجل أن المغاربة يحسوا بأنهم في مغربهم أحرار، ويحسوا في المغرب بالكرامة ديالهم، ويحسوا بأن المغرب ديالهم سيعطيهم وعايشين فيه وبالكرامة ديالهم. فاتح ماي تنخلدوا هذا الذكرى ديال فاتح ماي اللي هو يوم الطبقة العاملة الأممي، اليوم والعيد ديال الطبقة العاملة اللي تتخرج فيه واللي تتصرخ فيه من أجل المطالب ديالها، من أجل الحقوق ديالها، من أجل صيانات المكتسبات ديالها اللي حرزتها عبر التاريخ ديالها النضالي والكفاحي. اليوم الاتحاد المغربي للشغل عبر مقرتي على الصعيد الوطني والخارطة الوطنية وقف من أجل أننا نقولوا كفى، أوقفوا الغلاء، أوقفوا الغلاء الفاحش اللي تيلهب الجيوب ديال الطبقة العاملة واللي تينهك القدرة الشرائية ديال الطبقة العاملة المغربية وديال عموم الشعب المغربي. في هذا الإطار هذا وفي هذا الصدد هذا تنخلدوا هذه الذكرى اللي تتجي من بعد واحد 3 ديال السنوات ديال الغياب بسبب الجائحة ديال كوفيد، ولكن لقينا روسنا هاد السنة هذه اللي بغينا نحتفيه، وكنا تنتمناه نحتفيه بشكل آخر باحتفالية أخرى، ولكن لقينا أمامنا جائحة أخرى اللي هي الجائحة ديال الغلاء، الجائحة اللي تتلهب الجيوب ديال المغاربة واللي تتفقر المغاربة واللي تتبلتر الطبقة المتوسطة وعموم الأجراء المغاربة في القطاع الخاص، في القطاع العمومي وفي الشبه العمومي. فهذا اليوم هذا تنحيو الطبقة العاملة على الصعيد العالمي والأممي، تنحيو العاملات والعمال ديال الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط وسلا وتمارا، تنحيو جميع العمال والعاملات ديال كافة الشعب المغربي في جميع المناطق ديال المغرب في هذه المناسبة الغالية، في هذا اليوم التاريخي، في هذا اليوم الكبير اللي الطبقة العاملة المغربية تتخلدوا في تحت الراية ديال الاتحاد المغربي للشغل، النقابة العتيدة، النقابة القوية، النقابة اللي ساهمات بالغالي والنفيس وضحات وعطات الدم ديالها من أجل هذا الوطن، من أجل الشعب المغربي، من أجل الحقوق ديال الشعب المغربي، من أجل الديمقراطية الحقيقية، من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل أن المغاربة يحسوا بأنهم في مغربهم أحرار، ويحسوا في المغرب بالكرامة ديالهم، ويحسوا بأن المغرب ديالهم سيعطيهم وعايشين فيه وبالكرامة ديالهم. فباسمي جميع العمال والعاملات ديال هذه المنطقة اللي تنتمي لها تنجدد التحية للعاملات والعمال في البقاع ديال على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، وتحية للجميع.